ابنه. يقول ابنه: أتذكر أنه أعطاني الكثير من الحب بتواجده معي ومع أسرتنا في المنزل. لقد كان رجلا جيدا معي وحصلت على كثير من الحب منه. هذا ما أتذكر. أتذكر أيضا عندما ذهبنا لمشاهدة القرى الفقيرة في كولومبيا لمساعدتهم. هذا هو الأب الذي أتذكره في البداية. خوان بابلو إسكوبار، المولود في عام 1977، قام هو الآخر بتغيير اسمه مثل والدته إلى سيباستيان ماروكين عند وصوله إلى الأرجنتين، وهو الآن مهندس، مصمم، محاضر ومؤلف، وربما يكون نادما على تغيير اسمه لأنه أطلق خط ملابس وأطلق عليه اسمه إسكوبار هيناو، وهو اسم خليط بين اسمي والده ووالدته. وخط الملابس الآن يحمل صورة إسكوبار، ويقول سيباستيان إنه يطمح إلى تغيير